الاستحضار ايضا قضيه حتى فيما يتعلق بالجزء التنموي والجزء الاقتصادي. نحن الناس يعني في تركيز على الجزء المتعلق بالحوار السياسي، أيوة. لكن ايضا فيما يتعلق بالجزء الاقتصادي هناك نقله، صحيح. التركيز على دور صحيح. اكبر للقطاع الخاص، عمليه التصنيع. فاعتقد انه احنا اذا نموذج بدات تتضح نموذج المصري في عمليه التحول الاقتصادي والسياسي بشكل متكامل وبشكل اكثر وضوحا، واعتقد ان هذا النموذج بكل ملامحه دي مستلهم تجربه من 11 ل 2000 من 2011 ل 2013. اللي حصل في 2011 ل 2013 كان فيه اغراق في التركيز على الجزء السياسي من التيارات السياسيه والمدنيه، اغراق في التركيز على، لكن اللي حصل من 2013 من 2011 الى 2013 هو انتاج نموذج سياسي مشوه، لانه لم يستند الى مفهوم دقيق للدوله الوطنيه، لم يستند الى مفهوم دقيق، لم يعلي قضيه التنميه، لانه بالتالي انتج نموذج سياسي مشوه انتهى في النهايه ب 2013. فبالتالي النموذج بشكل عام هو مستلهم ايضا تجربه 2011 2013 بكل يعني مشكلاتها، لانها اغرقت في تقديري، اغرقت في القوى السياسيه والاجتماعيه، اغرقت جدا في التركيز على الجزء السياسي، صحيح. والاغراق في التركيز على الاجراءات. يعني الديمقراطيه ليست مجرد انتخابات او منافسه على صندوق الانتخابات، لكن الديمقراطيه تتعلق لها أسس أكثر عمقا من قضية الإجراءات أو الجانب الأدواتي أو المتعلق بالإجراءات. والتركيز طبعا الناس بتختزل للأسف في قضية الانتخابات أو صندوق الانتخابات، للأسف. لكن الديمقراطية في حقيقتها هي نشر قوة، نشر مصادر للثروة، توزيع للقدرات الاقتصادية أيضا والتنموية، نشر التنمية في على أكبر يعني أكبر مساحة من الأقاليم. فبالتالي نرجع تاني إلى أنه المكون الاقتصادي في النموذج هو يتعامل بدقة مع أسس بناء نظام ديمقراطي مستدام. الأهم في عبقرية هذا النموذج المصري في تقديري أيضا هو السرعة، لأنه لو رجعنا لتجارب دول كثير في عملية التحول الاقتصادي أو التحول السياسي بتاخد مدى زمني أطول. لو احنا افترضنا ان احنا إذا تجربة مصرية من 2013 حتى الآن، ففي 8 سنوات نسير بسرعة جدا في موضوع التنمية والإصلاح الاقتصادي، صحيح. ثم ننتقل بشكل أسرع إلى انفتاح بالمعنى السياسي، يعني طبعا بعد نجاح ان شاء الله عملية الحوار وانتهائها الى مخرجات يعني مهمة. فبالتالي اعتقد انه المدى الزمني ليس طويل في عمر التجارب عملية التحول اللي بتحصل في دول كثيرة، فبالتالي عمر 8 سنوات يعني مش اعتقد كتير، مش كتير طبعا، لانه نرجع لدول تانية خدت عشرات السنين. لو نرجع لدول اسيا، كوريا الجنوبية على سبيل المثال بدأوا عملية التنمية في بداية الستينات، لكن انتهت يعني فضل في تركيز على قضية التنمية بالاساس لفترة طويلة، عقدين على سبيل على الأقل في تقديري يعني، ثم بعد كده ركز على جوانب أخرى أو أبعاد أخرى في النموذج في نفس التجارب الأخرى في دول طبعا. لكن النموذج المصري يعني بالمعيار الزمني حتى بيسير بشكل سريع من 2013 أو 2014 حتى الآن. الأهم أيضا إنه نموذج قايم مملوك للدولة وقوى السياسية، يعني في المنطقة حوالينا في تجارب كتير للإصلاح، لكن معظمها كان جاي من الخارج، مفروض من بشروط من الخارج. طبعا في دولة زي العراق، الولايات المتحدة الأمريكية استثمرت بمشروع كبير في بناء نموذج الديمقراطية في العراق، ولكن مازال في مشكلات، صحيح. في دول أخرى يعني في حالات أخرى كثيرة. لكن أهمية النموذج المصري أنه نموذج تمتلك الدولة وتمتلك القوى السياسية والوطنية في مصر. طبعا وبذلك اختارت بالضبط اختارت هذا التوقيت، اختيار التوقيت.